السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. البنات راح نحكوا اليوم على الطمينه وكيفاش تجينا طمينه بنينه طريه، يعني بالطريقه التقليديه. اول حاجه البنات الدقيق لازم يكون متوسط ونشروه على حبه، شوفوا متوسط، ما يكون خشين ما يكون رقيق وماشي يكون مخلط. علاش كاين ناس الطمينه ديالهم تجيك اللي تتحترف في الفم، تجيك اللي تتقرمش هكاك في الفم، خطرش يعني ما يغربلوهاش، يعني كيما مولا شريتي دقيق بالكيلو غربليه، يهز من الحبات الخشان تنحيهم، سينو يجيك هذاك المشكل. واش نسحقو ثاني؟ كنسحقو طاجين، هاهو ليك. انا كنت يعني زمان نحمص في الطاجين تاع الفخار، ودركا عندي هذا ندير به كلش. نسخنوا الطاجين ديالنا كيما راكم تشوفوا، وانا عندي هاد صفيحة ولا سموها كيما حبيتو، قطعة تاع خشب تكون عريضة، هادية من عجوزتي حمصت بها طمينة تاع ولادها، يعني كيما قال الاخر حربت وراهي دركا عندي. علاش؟ باش كي نعودو نحمصو، راكو تشوفوا هذا الحبيبات، ندو الماكسيموم تاع الحبيبات باش كي تحمص الدقيق يتحمص على حبة. الدقيق كي ما يتحمصش مليح طمينه ما تجيكمش مليحه، الدقيق كي يكون ماشي متوسط يكون رقيق ولا خشين بزاف ما تجيش مليحه. لو كان تتبعوا هاد الخطوات البسيطه تاع اللي يعني وراهم ناس زمان والكبار علينا، تجيكم طمينه مخالفه من يديكم. دركا الدقيق شوفوا كي ندير، ما نديرش كميه اكثر من هاد الشيء، معناتها ماشي عندك كيلو تحطي الكيلو كامله وتحبي تحمصيه. انا سخنت الطاجين نقص عليه نخليه شويه فوق المتوسط ونبدا هكذا. انا نحمص يعني كميه، نزيد ندير كميه واحده اخرى. البنات الطمينه في التحمص كاين اللي يفوروها ويعاودوا، كانت امي الله يرحمها تفورها تعاود تحمصها، لكن انا سي فغي كندي الوقت في التحمص، يدي لي الوقت لكن تجي الطمينه مخالفه. هادو هما الاسرار، هذه هي كيفاش الطمينه تجينا مليحه. شوفوا البنات كيفاش بلا قلا ولا يبان اللون ديالو ذهبي. انا مازال نزيد يعني نحمصو. علاش نقول لكم تحمص تاع طاجين؟ يعني سي لو ميور، خاطرش اون فوا يسخن الطاجين تنقصيلو تماما وتقعدي يعني تحمصي فيه بهذه الطريقه، يدي شويه الوقت هو غير يسخن خلاص، لكن تجيك طمينه بطبع وشان. يعني لو كان واحد يحمص في مقله خفيفه ولا طنجره خفيفه، الحبات ينحرقو بصح ما يطيبوش، وهاديك طمينه توجع. هكذا كي تعود الحمصه معناتها الحبه تاع الدقيق تكون طابت. ان شاء الله برك فهمتوا لو برينسيپ، لانه هذه العمليه هي السر من اكبر الاسرار لنجاح الطمينه ديالنا. انا كمل نحمصها ونوري لكم كيفاش اللون اللي يجي يعطينا لون فريمون هايل. شوفوا هنايا اللون اللي بديت نتحصل عليه، هنا خلاص راني قريب. شوفوا شاني وجده هنايا سنيوه، غير نتحصل على اللون اللي راني نحوس عليه واش ندير توتسويت نفرغو في ماعون واحد اخر، لانه الطاجين يكون سخون وقادر يكمل يزيد يعني يتحمص اكثر ويولي اللون ديالو بزاف غامق. ومام هنا كي نحطو في ماعون واحد اخر يفور نزغدو باش ما باسكو علاش في السخانه ديالو يكمل يطيب. هاد التدابير البسيطه اللي تعلمناها على الكبار لكن هي اللي تمد لنا النتيجه اللي يعني ماذا بينا كامله نحصلو عليها. هاي ليك البنات شوفوا راني حطيتها في هاد السنيوه ونقعد نكمل يعني نحمص. كي نكمل نحمصها خطاش وكان خليها هكا فوق بعضها راهي ليك تعاود بالسخانه هذيك تكمل تتحمص. يا نقسمها يعني في زوج بلايص في ماعون واحد اخر، يا نقعد ما بيد ما تبرد. شوفوا انا هكا راني تحت الطاقه نخليها تبرد تماما ماشي تولي دافيه، كي تبرد تماما باش نخملها ونحطها يعني في كاش بلاره ولا. ومام كي نجيو نخلطوا طمينه ما نخلطوهاش وهي سخونه ولا دافيه، اي ما تجيش مليحه تشرب لنا كامله هذيك الزبده والعسل. ما ديروش الطمينه حتى تبرد تماما يعني خلاص تولي بارده باش تما يعني تخلطوا الطمينه ديالكم. هذه وقتتي بالنسبه يعني الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم يكون سورتو فاتكم. هادو من الامور البسيطه لكن الفي لا ديفيرونس، لماذا بها دير طمينه شابه وتجي بنينه؟ بيان سور تخلط تاعها يقعد كل واحد على حساب مقدوره، لكن الصح في هدايا. يا خي البنات شوفوا اللون ديالها سخونه، مي شوفوا
شتو كيفاش ذهبي، شتو على حبه وحده، ماشي حبه كحله وحبه بيضاء وتحكموا هذيك المقله ويلا كور والملاور، لا لا لازم نعطوها وقت. سي فري كسي فاتيغون يعني تعيي توقفوا يعني وانتم تخلطوا، لكن النتيجه تجي اكثر من رائعه. انا استعملت سيم تاع دو باكي، علاش جاي على حبه، جو با بزوا نزيد نغربل. وهذه هي الطريقه، وان شاء الله راني العشيه كي نخلط الطمينه يعني نعطيكم المقادير المضبوطه اللي تجيكم كما يحب خاطركم. ودركا حبيباتي ما قال لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.